بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل برنامج صغير صالح لكل المحلات والمخازن. البرنامج هيكون عبارة عن حركات شراء وبيع وارد ومنصرف فقط. المعاملات كلها تكون معاملات نقدية، مفيش آجل، مفيش حتى عملاء، هيكون اسم العميل بس، مجرد ان هو اسمه بيتكتب على الفاتورة. وهيكون في حاجة جديدة النهاردة، وهي إدراج صورة المنتج. يعني وانت بتكود الصنف بتضيف صورة المنتج مع تكويد الصنف، بتظهر لك الصورة بتاعته. انت بنضيف المسار بتاعه اللي موجود على الكمبيوتر، بتظهر الصورة بتاعته. نشوف ازاي هنعمل الموضوع ده بشكل بسيط. هنبدأ بطريقة مختلفة، مش هنعمل حتى مستخدمين زي ما اتعودنا في كل المرات اللي قبل كده. احنا هنبدأ على طول بالأصناف. اول حاجة هنعمل كود الصنف، اسم الصنف، سعر الشراء وسعر البيع، ودول هيكونوا استرشادي فقط. يعني سعر الشراء ممكن تعدله وانت داخل الفاتورة، وسعر البيع نفس النظام، هو بيجيب لك السعر اللي انت بتسجله هنا بشكل استرشادي. وهنا نعمل عنوان الصورة. ناخد بالنا برضك واحنا بنعمل عنوان الصورة ان احنا هنا الحجم، حجم الحقل اللي بحوله 50، انا هخليه 250، ان لو حجم الحقل صغير مش هيقدر يدرك العنوان الطويل. عندنا سعر طبعا، دي هتخليها عملة، نوع الحقل عملة، ونوع الحقل بتاع الصرف ممكن نخليه حتى رقم تلقائي عشان يعد معانا ارقام على طول. طب نخليه عملة زي ما احنا متعودين عشان ما يغيرش معانا في التنسيق. خليها رقم عام عشان ما تظهرش معانا العملة. نحفظ جدول الأصناف. نعمل النموذج اللي هيتم منه إدراج الأصناف. دلوقتي احنا عايزين نعمل ادراج للصورة من عناصر التحكم. بنجيب صورة ونعملها مثلا في المساحة دي اللي هنعمل فيها الادراج. لو فتح معانا المساعد نعمل له كنسل. نعمل زر للاستعراض. وزر لي مسح الصورة. هنجيب من برنامج، انا هرفقه برضك مع البرنامج ده، انا عامله مساعد ادراج الصور. هنجيب منه الوحدة النمطية، ونجيب الكود بتاع ادراج الصورة. ده الكود بتاع إدراج الصورة.
في استعراض عند النقر، بس بناخد بالنا ان احنا نغير هنا، هنا عنوان الصورة وهنا عنوان الصورة، هو الاسم مظبوط بس ناخد بالنا لو احنا غيرنا الاسم نغير الاسم هنا قصاد، ان ده الحقل اللي هو هيدرك فيه العنوان، هياخد العنوان ويدركه في الحقل بتاع عنوان الصورة. نقفل، نعمل منتصف، وليكن أساس المضغوط كريمي، وليكن كود رقم 1 اسمه الأساس المضغوط كريمي. هنا لسه مربطتش أصلا الصورة بالعنوان، يعني الصورة دي مش مربوطة بالعنوان، نيجي هنا ونعملها عنوان الصورة، مصدر السجلات عنوان الصورة، نشوف كده بيظهر معانا الصورة. طيب نسجل واحد تاني كمان، وليكن كود الصنف 2، مش عارف الاسم ايه، تعال نشوف الاسم. هو واضح ان هو اساس بودرة، وليكن الاسم هنسجله اساس بودرة، ونبدأ كده نسجل باقي الحاجات. عايزين دلوقتي نخلي العنوان ده طبعا مش عايزينه يظهر، عايزين نعمله مخفي، والحاجة التانية عايزين التكويت ده يظهر معانا تلقائي، وعايزين نعمل كود المسح بحيث ان احنا لما نتك عليه يمسح الصورة. نبدأ نشوف نعملهم ازاي. اول حاجة التكويت دي عملناها كتير، مع ان في ناس كتير لسه برضك بتسأل عنها. القيمة الافتراضية هنقول له بيساوي دي ماكس، دي ماكس اللي ورا الأكبر قيمة، هنا اسم الحقل اللي هو كود الصنف، في جدول الأصناف. بالنسبة للسعر مش عايزين يظهر تنسيق عملة، خليه تنسيق رقم عام، سعر الشراء وسعر البيع تنسيق رقم عام. عنوان الصورة عايزين نعمل له إخفاء، مرئي لا. بالنسبة لزر المسح ده هيخلي عنوان الصورة فراغ عند النقر، هنقول له عنوان الصورة بيساوي فراغ. نشوف عادش ظاهر معانا، وهنا لو جبنا واحد جديد سجل جديد يظهر معايا رقم 3. واضح ان لسه ما عملناش تغيير هنا. طيب ومن هنا لو عملنا مسح اتمسحت الصورة اللي كانت موجودة معانا، وبكده نكون خلصنا تكويد الأصناف.